السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. مقطع جديد معانا إن شاء الله في قناة بانوراما الأعمال الخشبية. يا ريت ما تنسونيش في اللايك يا أحبابنا والاشتراك في القناة لسه ما اشتركش. معانا مقطع قصير جدا لكرسي هزاز زي ما حضراتكم شايفين، كرسي مدهون دوكو فرن لونه أبيض، القماش معمول كابوتينيه أو كيرما يعني، الخشب 5 سنتي محمل ما شاء الله، ومعمول له دعامات من تحت اللي حضراتكم شايفينها. الدعامات معمولة بشكل مخروطي عشان ما يبقاش شكلها ترش، شكلها ظريف وحلوة زي ما حضراتكم شايفين. حركة الكرسي سهلة جدا وبسيطة، مع أقل حركة بيتهز وبيريح الظهر. طبعا لو لاحظتوا الدوران مش شديد، يعني دوران الكرسي واخد دوران على السايح على بعيد علشان برضو يريح الظهر، يعني منه راحة ومنه حركة. يعني زي ما انتم شايفين الكرسي جميل جدا وظريف. يا ريت تكتبوا لي في التعليقات رايكم، وما تنسونش في اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله.